وألمانيا وإيطاليا والدول كلها كانت تدرس فرضية الاعتراف بدولة فلسطين، كل المخطط طاح في الماء. كل المخطط كان مهدد. علاه؟ لأن الهجوم الإيراني المباشر أحدث خللا في المخطط الدولي. يعني إيران لما هجمت مباشرة على الكيان قدمت له خدمة جليلة. حتى المواطن داخل الكيان اللي كان يشتم في حكومة نتنياهو كان سيجد نفسه مجبرا على الوقوف مع حكومة نتنياهو، لأن الخطر يهدد إسرائيل. أيها العرب انتبهوا، أطلق محور الشار والمقاولة اعتداءاته تحت الشعار الطريق إلى القدس، ويقوم في كل عام بتسويق مشروعه بشعار فاغر واهي يسمى يوم القدس الإيراني. أقسم بالله ألوف من الدقيقة الأولى فهمت أن هجوم إيران على الخليج على إسرائيل سيبا نورمال، لا يخدم القضية الفلسطينية. أيها العرب إيران تكذب عليكم، الدولة التي قادت على ثقافة الدولة العربية باحتلالها بعدها وتشييعها فاكرة إنها قادرة عن تعبث بعقولكم. فلإيران وقل أخزامها أقول خسئتم، هللوا واكذبوا واضحكوا على العقول البسيطة بهذه الأكذوبة، لكن كفوا المتاجرة بها وبالدماء الأبرياء. المرحي من الدقيقة الأولى قال لي سيبا نورمال. شو الإنسان الواعي من الدقيقة الأولى فهم، قال لي النواري سيبا نورمال، هجوم إيران على إسرائيل خطأ. الدولة الأكثر احتلالا لدول الشرق الأوسط تدعي تحرير القدس، ومن من؟ من أصحابها. نتحدث عن الدولة التي دمرت الشرق الأوسط واحتلت دولا عربية. لكن للأسف الشديد احنا نحكم على الأغلبية. الأغلبية بقري، أقلية لبرحية. دائما هكذا قوانين الطبيعة والفيزياء والأخر بقول هكذا، انت تكون 1,100 يصلحوا، الاخرين كنت تضيع في وقتك معهم. انت عم باكل هذا التكوين اللي انا نديرو فيه كاع الناس 3000 كاع مفاهمين. الى ما 3000 هذه قدرنا نخرجوا 300 مرحي رانا ناجحين. ونشرت فيها الدمار والخراب والفساد، الدولة التي قتلت شعب اليمن ولبنان والعراق وسوريا، فتلاعبت بمصير سكان غزة عبر أذرعتها الإرهابية، تريد أن تقنع العرب بأنها في طريقها إلى القدس. الهدف تاعي أنا الهدف تاعي هو أني كما يقولوا بالفرنسي فاميلياليزي، يعني لمو إسرائيل هذا يفولو فاميلياليزي، يعني يولي أنت مسموع لك، مش مسموع لكن يولي حاجة مقبولة.